دائما في رحاب الشعر مع حديث الثلاثاء. نحن مثل ما تعودتوا علينا من استضيف شاعرنا والشاعر زهير حاج علي اللي كان موجود، خليك عفوا خليل، اللي كان موجود معنا لليوم ورحبنا فيه. انا بقول دائما الشعراء اللي عم نستضيفهم بهي الزاويه عم يتركوا بصمه، كل حدا فيهم عم يكون له فعلا بصمه مميزه. الاسبوع الماضي كان معنا عن شعر الهايكو راميه، بنوجه لها تحيه كثير كبيره، واكيد اليوم انا بيسعدني انه هو اول مره راح يكون معنا بحديث الثلاثاء لحتى نستمع بعد كتاباته ولبعض ما يقول منه في الشعر. رح نستمع لكلام جميل جدا، سواء كان وطني أو غزل أو حتى زغاريد اليوم اللي عم نسمعها كتير بوطننا الغالي، للشهداء وللوطن ولسوريا اللي عم نوجه لها، سواء كان زغاريد الفرح أو حتى زغاريد الحزن. اسمحوا لي نرحب سواء أكيد بشعرنا، رح يكون معنا زهير الحاج خليل. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك في عروس الساحل، أول أبجديات في العالم التي وزعت فيك. الحب والثقافة في كل أنحاء العالم. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. بداية نحن حابين نسمع منك زغاريد اللي أنا حكيت عنها هلأ، سواء كانت بالفرح أو بالحزن. نحن بنهديها لكل محب لهذا البلد الغالي، لسوريا الغالي على قلوبنا جميعا. تفضل. أنا دائما بكتب أغلب ما يميز كتابتي هو اللغة الشعبية. حلو. هي محببة كتير إلي، بتعطيني حنية ودفء، وللناس حتى اللي بيسمعوا كمان بتعطي حنية. رح أبدأ بالقصيدة القصيرة، دائما هي مقطع صغير دائما. قول: لو كانوا هالعشاء مثلي بادروا وثبتوا على خط الوفا وما غادروا، كنا وضعنا حد لهموم الهوى، ومهما كبر هالهم فينا نصادره. حلو. في زغرودة تانية بتقول: رح ارسمك لوحة بخيالي واغمرة، وشيد بناية عشق فيه وأجرة، وزين شبابيك العمر بضحكتك، وعلق اللوحة ضمن قلبي وبسمرة. حلو. في رشة ثالثة. تفضل. اسمها أصانص. لما الربيع تنفس وشمك، لما الربيع تنفس وشمك، أدرك عبيره وطلع من كمك، اتنشأ هوى العشاء وتنهد، ميل عخدك ومن الفرح ضمك. حلو. حلو كتير. هاي نسميها مجموعة رشات صغيرة أو غزليات قصيرة تنكتب زغاريد. زغاريد نحن بنسميها. نعم. في لدينا من الشعر الوطني ومن شعر المرحلة للأسف اللي كانت حزينة بسبب الحرب الكونية علينا. صحيح. كتير كتير كانت حزينة ومكلفة ودموية للأسف. الحرب العالمية أو الكونية علينا، فتركت أثر كبير كبير كتير علينا كشعب وكشعراء وكمثقفين. صح. وكناس يعني في كل الوطن العربي، في سوريا خاصة للأسف للمؤامرة اللي كانت كبيرة. فكتبت قصيدة لكل الشهداء، كل الشهداء اللي قدموا أرواحهم. نعم. وللقابضين الذين كانوا قابضين على الزناد وما زالوا. جميل. وللقابضين على الجمر للأسف وما زالوا، اللي منحييهم طبعا نحن كأهل إلهم. أكيد طبعا، دائما البيئة المحيطة بتأثر، يعني مثل ما حضرتك عم تقول هلا نحن بمرحلة حرب، هذا أدى إلى كثير من الدماء، كثير من الشهداء، أثر بالحالة العامة للشعر. ما مدى تأثير الحالة البيئة المحيطة على الشاعر؟ البيئة يعني البيئة هي بيئة الشعب نفسه، هي بيئة الوطن، هي بيئة المقاتل نفسه. يعني لما الشاعر بده يكتب بده يكون قريب جدا، بده يكون محيط فيه، بجوز ابنه، بجوز اخوه، بجوز جاره، بجوز. نحن عم نشوف قوافل الشهداء الكبيرة كتير كتير للأسف. كان مثل ما حكينا من شوي انه كانت الحرب مكلفة جدا من كل النواحي، وخاصة لأبنائنا اللي قدموا أكثر ما يمكن. شعب في العالم ما لا أظن في التاريخ كلياته من بداية الحضارة المكتوبة أو التاريخ المدون حتى الآن إنه في دولة أو في مكان موقع على هذه الكرة الأرضية قدم ما قدم. لذلك الشاعر أو الكاتب أو الصحفي أو حضراتكم أنتم
لازم نكون نحن صدى لهالحالة هي، ندونها نسجلها، نحاول نكتب عنا بمحبة، نحاول نكتب عنا بطريقة تاريخية، ولكن كل واحد بدوره. طبعا هذا بيجعل من الكلمة هي سلاح تاني رديف للجيش العربي السوري، يعني الكلمة دائما القصيدة مثل ما بتقول حضرتك، الكتابة أو التاريخ، هي فعلا بتكون معبرة وحالة دفاعية بنفس الوقت ومؤثرة بالمجتمع بقدر السلاح على أرض المعركة. نعم، الطريقة التي يمكن أن يوظفها الإعلام أو الشعر أو الصحفي يفترض تكون طريقة منفتحة متنورة. الكاتب أو الصحفي أو الشاعر يجب أن يكون لديه رصيد جيد جدا من الثقافة والفهم والفهم التاريخ وفهم اللغة وفهم الحروب. كل هالثقافات هي بتتجمع كلها لحتى تؤدي تعطيك منتوج جيد جدا، منتوج ثقافي جيد، بحيث يكون هو طريقة أو وسيلة للدفع إلى منتوج جيد جدا يخدم القضية ويخدم الحالة اللي بتكوني فيها. صحيح. شو رأيك نسمع شيء؟ نسمع شيء. تفضل. في عندي قصيدة لشهيد، وبعتبره هذا شهيد يعني من العائلة عندنا، من عائلتنا. اسمه علي. والعلي يجسد كل أو يعطي صورة كل شهيد عندنا. كل شهيد قدم روحه للوطن. الله يرحم أرواح الشهداء جميعا في كل أنحاء سوريا وكل القوات الرديفة، الشهداء العظام الذين أتوا من أماكن بعيدة ليناصروا قضيتنا ودولتنا السورية وشعبنا السوري. نعم، تفضل. إلى روح الشهيد البطل، تقول: سمعتك يا أمي، الخطاب منه يخاطب أمه: سمعتك يا أمي بتسألي طول غيابك يا علي، ليش ما اتصل؟ بالي انشغل، صدري انقبض، قلبي غلي، لملمت روحي وعيت، سمعت الندى ندى وصحيت، لملمت روحي وعيت، سمعت الندى وصحيت، وعدتك اجي هي جيت، والوعد يما دين، كلمة ما صاروا اثنين، وعدتك انا ووفيت، هذه اصول المرجلة، لكن بسري، والخطاب لأبوه: لكن بسري يا أبو محمود، حسيت كم من وطن ما له حدود، تمنيت إني سيج بارود وأحميه بصدري تعته ينجلي، حملت البارود صرخت، حملت البارود صرخت بوجه العدا، وشعرت كأنه ما رقب وجهي حدا، أطلقت شرق وغرب تا تنطفي هالحرب، لكن رصاصة غدر سددوا جوا القلب، حاولت إني شد عزنودي، حاولت إني شد عزنودي، خوفي يقول رمى البارودة، مع هيك ما استسلمت، بعرف إني قمت، وقبضت من تراب الوطن كمشي، وغمرتني لحظة نعاس، وشعرت ببرودة، حطيت راسي ونمت وبإيدي بارودة. الله، قديش هيدا الكلام ما بيلامس حالات كتير هي حدثت فعلا على أرض المعركة، يعني طبعا منال بتحسي انه فعلا شيء محزن. يعني اليوم مثل ما بيقولوا لارا، واكيد ما بعرف اذا بوافقني راي الاستاذ زهير، اصعب اليوم الحالات اللي ممكن نعبر عليها بالكلام، او بجوز تعجز الحروف عن لم بعضها لانشاء كلمات اليوم لوصف مشاعر الام او مشاعر الاب اثناء استقبال الشهيد. يعني انا بعرف بعض السيدات او بعض الامهات ما نزلت من عينهم دمعة، بالعكس عملوا عرس، صاروا يبكوا ويرقصوا. لارا، بجوز ردة فعل اللي كانت بقى، هاي الحالات مستحيل تنوصف، يعني انا برايي مستحيل يكون في شاعر قادر يوصفها بحاله صحيحه. اليوم بنحاول نحن نلملم من هون منظر، من هون لقطه، من هون دمعه، من هون حرقه، من هون وقفه صامده. انا بفتخر اني كثير 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 من الحالات يعني الشهداء بفتخر اني بروح لعندهم وبشوفهم وبواسي اهلهم، بتمنى احضر. صدقي انه بتمنى، يعني
حاله الارتياح عندي اللي بشوفها هي حاله عظيمه اكثر من اي اني احضر اي فرح. الفرح مطلوب في كل مجال وفي كل بيت وفي كل منطقه، ولكن نحن عايشين الحاله هي حاله كفاح وحاله نضال. لازم نحترم الاباء والامهات ودموع السكالى وابناء الشهداء والشهداء، ونحاول نلملم هالجراح كلياتها لحتى يصير دفع، تصير المقاومه حاله من الحالات اليوميه اللي نعيشها وندفع تجاهها. كونهم هالشهداء هذول قدموا اغلى ما يمكن انهم يقدموا، ونحاول نخدمهم باي طريقه. شو بتحب تسمعنا ايضا استاذ زهير؟ سوريا الغالي العظيم الرائعه. دائما نحن وطننا هذا بيتنا الصغير والكبير، وكل ما يمكن ان نوصفه دائما الكلمات ما بتخدمنا والمفردات صعب تخدمنا. لذلك عندي مجموعه من القصائد، راح اختار اجمل ما يمكن برايي انا انه ممكن تنوصف في سوريا. نعم، عم حاب بحكي عن الـ عن الـ عن الـ عن سوريا الوطن، سوريا الجميل اللي هي مسماها رسالة السماء، رسالة للسماء، او انه سوريا هي الكعبة الثانية اللي موجودة بالكون. نعم نعم، تفضل. اسمها وطن الانبياء. جميل. المقصود بوطن الأنبياء سوريا، وأنا برأيي كل الأنبياء خرجوا من الشام، حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الشام، كون جده هو الذي جده إبراهيم الذي خرج من أور في العراق إلى دمشق، وجده إسماعيل من أهل الشام. صحيح صحيح. قول يلي هدمت البيت والأركان. الخطاب للتكفيريين لأعداء الوطن ولأعداء الإنسانية بشكل عام، أعداء الإسلام. نعم، أعداء الإسلام والإنسانية بشكل عام، أعداء كل الأديان. يلي هدمت البيت والأركان، والبيت هو البيت المقدس الكعبة، وهي وسوريا هي كعبة العالم. يلي هدمت البيت والأركان، وهانت نفسكم والنفس بتهون، خنتوا الرحمة وطينة الإنسان، واللي معود على الغدر بيخون. صحيح. هيدا وطننا معمر من زمان، حجرة ورا حجرة وعمره قرون، علم وحضارة معايشة وإيمان، موسى وعيسى وأحمد وذنون، لا أبو جهل أسس ولا هامان، ولا اشترى حيطان وذهب قارون. اللي عنده عقل ما بيلحق الشيطان، اللي عنده عقل ما بيلحق الشيطان، ولا بيقبل يكون الوطن مرهون للأجنبي، ما بيقبل يكون الوطن مرهون للأجنبي والطامع البطران. لكن بيقاوم وين ما بيكون، بماله بروحه بأعظم الأسمان. بدك تحافظ على الوطن وتصون جباله سهوله، الشط والوديان، بيبقى وطننا بالمهج مسكون. يا أهلنا يا أهلنا يا ناس يا جيران، انتبهوا واصحوا وفتحوا العيون. أسوأ خيانة خيانة العربان، أسوأ خيانة خيانة العربان، وبئس العبيد بمجلس الغليون، وأقبح إمارة بعهود السلطنة. مرت علينا من 500 سنة سلجوق أوغلو ورجب أردوغان وهزاز آل سعود هالملعون، وأبناء هيلاري اليهودية، وهذا الحمد مولى بني صهيون. الله يعني. حلو، شامعة وجاملة لكل شيء. نعم لكل شيء. هلأ الجمالية كمان ممكن باللي عم تحكيه حضرتك، أنه هو اللغة المحكاة القريبة من الشارع، اللي ممكن هيك إلى تأثير زيادة. قد إيه الكلمة هلأ بتأثر وصاحب التأثير إيجابي بالمجتمع؟ الكلمة كتير مؤثرة جدا جدا، لأنه شعبنا مثقف وشعبنا واعي، وشعبنا هو اللي وزع الحضارة والفهم. أنا برأيي سوريا على المنصف في العالم، أنا سمعت من كاتب أو شاعر أو ما بعرف مثقف أو فيلسوف فرنسي، سوري من كل إنسان له أمتين أو أم، خلينا نعتبرها أمان، أمه سوريا الأولى وأمه وطنه الذي يعيش فيه. صدى الشعر وصدى الكلمة
يفترض أن يكون يزرع في عقول نيرة ومتفتحة، وسوريا لا تفتقر إلى هذه العقول النيرة وهذه الجباهة العالية التي عاشت بالكرامة ومجبولة بالكرامة. هذه الكرامة موجودة في سوريا وتستطيع أن تستوعب كل ثقافات العالم لأن منبعها ومنشأها من سوريا. لذلك الصدى يجب أن يكون كبير وواسع، ويجب لي عتب على الإعلام قليلا، بعتذر يعني لي عتب قليلا على الإعلام كونه مقصر قليلا، لا أقول كثيرا، مقصر قليلا معناها العتب شوي ما كثير في الشأن الثقافي. نعم في الشأن الثقافي، لأن الثقافة والكلمة هي التي تصنع. وانظروا إلى المدارس، إلى التعليم، إلى الجامعات، نتعلم بالكلمة ونعيش بالكلمة ونتحاور بالكلمة أيضا طبعا. لذلك صداها يجب أن يكون عظيم ويصنع سلاما ويصنع صروحا عالية. أنا هيك رأيي. أكيد طبعا طبعا. أكيد حابين نسمع منك شيء ثاني كمان لليوم، سمعنا أيضا وطني ولا غزلي ولا شو؟ أنا ممكن نوع. تفضل. في عندي مجموعة على ذوقك، شو بتحب تسمعنا؟ نحن جاهزين. على ذوقي. تفضل. كمان لسوريا، أنا عاشق لسوريا وبحب سوريا وبعتبره غزل، هذا حتى غزل هذا أكيد. إلا سوريا، سوريا يا سفير الأمم كلها، وهذا يوافق ما قلت. نعم. سوريا يا سفير الأمم كلها، أنت جنتي وأرضي وجودي، حباكي بالحلا من فوق الله، وقالك بالنعم للبشر جودي، زرعتي ورود كل وردة بمحلة، ردوا شكر، هذا القسم الأول، ردوا شكر أو نكروا بجحودي، القسم الثاني. زرعتي ورود كل وردة بمحلة، ردوا شكر أو نكروا بجحودي، ومن غرسات سوريا تجلى كرامي وعشق أبطال وأسودي، حملوا رايتك وقفوا بظلة، حسوا بعد حرة بالبرودة، وحرسوا العلم تارفرف وعلى، وحاك المشتري وسعد السعودي، شمر هالبطل، شمر هالبطل، غسل وصلى ودعا يا رب، يا رب تحمي لي جنودي، وحمل من تربته قبضة، وقال عليك العين وركوعي وسجودي، نفخ بالطين، نفخ بالطين ترتاحت، وخلى عجين الطين تو صارت برودة، سدد عائدين العدا، سدد عائدين العدا، وشلى وفهمها لعندي، لا تعودي أرضي مقدسة، وممنوع إلا تطحن جستي وتقطع زودي. حلو. الله. هذا التحدي لكل من يحاول أن يفكر حتى في ذهنه وفي فهمه أن يتحدى سوريا والسوريين. سوريا مهما تتالت عليها الهجمات، ليست أول هجمة ولا آخر هجمة ستكون، طالما لدينا شيء من الكرامة، وأعتقد مقدار كبير وليس شيء، أنا آسف، كرامتنا عالية وجباهنا عالية، والدليل على ذلك الأراضي، أرض المعارك التي خير دليل تشهد طبعا على ذلك. نعم. هلا نحن كثير بنشكرك اكيد استاذ زهير لوجودك معنا لليوم، استمتعنا بالكلام الجميل اللي عم تقوله. انا بتمنى بس لو في وقت انه نسمع اخر قصيده من الاستاذ زهير قبل ما نختم معه، من بعد اذنك اذا بتحب تسمعنا شيء اخير نهدي اكيد لمشاهدينا جميعا. تفضل. اني انا كنت بتمنى، يلا رح اقرا لك هذه. تفضل. قصيرة شوي، كنت بتمنى اقرا غيرها لانه في مجموعات كبيرة ولا بيغطيها لا برنامج ولا اثنين ولا ثلاثة. اكيد ممكن اغنيكم ان شاء الله كل ما بدكم، يعني انا جاهز. أكيد. تمام. دائما اللقاءات فيك رح تتجدد، ونحن قلنا الشرف تكون موجود معنا اليوم. على عيني، شكرا لك. رح تاخذوا جرعات من عسل كنتوا لو انتظرتوا او كان البرنامج طويل، رح اقول كلمتين هون. تفضل. خاطب غزل مثل كل الشعراء، كلها فرشتلك الرمشين، فرشتلك الرمشين تاغطيك، ورضيت تبقى مخدتك كتفي، ف
فرشت لك الرمشين تغطيك ورضيت يبقى مخدتك كتفي، تمنيت انك تفرح وراضيك وتضل صوبي، وخفت ما يكفي طول العمر، وخفت ما يكفي طول العمر بنطر تأفرح فيك وبدعي يا الله ترجع ولاقيك. لا تفتح عيونك بعد، خليك غفيان تا اسرح بعد نتفي. حلو. كيف سرحت؟ وين وصلت؟ يا ريت اقدر انا احكي لك ليش فرحت ودغري قبلت، حسيت بقلبي انا بشيلك. لا تستحي مني اذا بداريك، مش هم عندي بالقلب بفديك. لا تفتح عيونك بعد، خليك غفيان تا اسرح بعد نتفي. حلو، الله يعطيك العافيه. يعطيك العافيه، شكرا كثير لك لوجودك معنا لليوم. وانا برجع بقول لك اكيد ما عندنا شك انه جرعات العسل رح ناخذها بالحلقات الثانيه، رح تكون فيها حضرتك موجود معنا وتنورنا بوجودك وبكلامك الجميل الرائع. شكرا لك استاذ زهير. شكرا لكم، ميت السلامه يا اهلا وسهلا. بتشكر قناه اوغاريت اللي تاخذ اللي فيها من اسمها ما يكفي من الثقافه والفهم الاثار التاريخيه الرائعه أبجدية العالم الأولى. اللي بتمنى القناة هي تحديدا أنه ترتفع وترتقي أكثر من هيك وتعطينا نور إضافي لقنواتنا السورية الجميلة. إن شاء الله.